قطعا لا تنتظروا من الأستاذ ناصري في هذه اللحظة أن يتفاخر أو أن يتباهى بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه. فما كنت إلا وسيلة في يد هؤلاء استطاعوا من خلالها تكسير كل الحواجز، وما حناجرهم اليوم التي تعلو صراخا إلا دليل على تفوقهم. حالة من الجدية اكتسبها هؤلاء طيلة السنة، اليوم تعطي أكلها، ويستطيع هؤلاء أن يحصلوا على أول نقاط في المغرب، 18 و17 هي في المعدل العام. قس على ذلك أنهم استطاعوا أن يكسروا النقط النهائية في جميع المواد في الفلسفة في الاجتماعيات العربية اللي هي 20، 20 ل20 في الاجتماعيات، 20 ل20 في العربية، 20 ل20 في الفلسفة، تتعاود للمرة الثانية. الأزمة اللي طرات السنة هو أنه كانوا أناس شافوا النتيجة ديال السنة الماضية، فشافوا النتيجة ديال السنة الماضية جاو عبد الناصر وبالجهاوي طيح واحد جوج. الإشكالية اللي كانت عندي هو تحدي كيفاش نقدر نعاود نحقق نفس النقطة، وإنسان جيب واحد جوج والحمد لله استطاعوا أنهم يوصلوا لواحد النقاط اللي هي 14 و15، وهذا هو الفرحة ديالتي. أنقول قدام هادو اللي متفوقين على الصعيد الوطني أنا فرحتي كبيرة بهذاك مول واحد ومول جوج، لأنه استطاع أنه يتجاوز اليأس اللي كانت يعيش فيه، واستطاع أنه ينجح. 2400 تلميذ في السنة، النسبة العامة صعيب تعطى، ولكن 2400 تلميذ اللي حققنا النجاح ديالها في هذه السنة هذه. كاين بعض المدارس باش نعدهم لك خصني نعرف الاحصائيه ديال الاقسام كاملين، لان ماشي في منطقه وحده، دو تلامذ في البرنوصي، في اناسي، في ازهر، في تشارك سيدي مؤمن، في بوسيجور، في الاحراف، في سباته، في عين الشوق، في جميع المنطقات في الدار البيضاء. تيتجمعوا كاملين اليوم وتاكدوا بان ما كاينش حاجه سميتها المستحيل قدام التلامذ، وانه ما يمكن انهم ينجحوا مهما كان نقطه الجهوي. ارجوك شوف عينهم وشوف فرحتهم، وغتعرف الرساله اللي بغى يقولها لكل واحد، رساله ضمنيه انه ما كاينش حواجز اللي عند بالنسبه للولاد ديال النصيري. بالنسبه للتلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ، ماشي غير في اللي عندي، في جميع المناطق اللي ما حالفهمش الحظ بابي مفتوح ليهم جميعا في الدوره الاستدراكيه. لن ننام ولن يهنأ لنا بال الا ان بعد ان نضع اقدامهم مره اخرى في النجاح، وانتظروا نتائج الدوره الاستدراكيه لتعلموا على ان هناك حفنة جديدة من الأبطال قادرة على تجاوز حتى العثرات التي تعثروا إليه تعثروا فيها. شكرا. أنا سميتي معاد تسواري، تنقرا في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين فرع الدار البيضاء، وتندير ليكوغ هنا في مؤسسة الأحرار عند أستاذ ناصري، والحمد لله توفقت أنني حصلت على باك بمونسيون الحمد لله، وهذا فضل الله وفضل الأستاذ. هذا المعدل 13 20 وكاك بعد جبت 16 في المجموع العام، كانوا عندي نقاط عالية 19 18 17 ونص، والفضل كله كيرجع للأستاذ الناصري، حيت كنشوفو أستاذ عاوننا بزاف. ما كانش شي أستاذ اللي غيقريك نهار العيد لحد في الصباح، أستاذ دار معنا مجهود ديالو كامل قدر يفرح والدينا، كنشكروه بزاف. واخا ما عرفتش شنو نقولوا في حقه، ما غنقدرش نوصف لك داك الشعور اللي كنحس به من جيش استاذ الناصري. كنعتبره الاب الروحي ديالي، حيت فرحنا وفرح بزاف ديال الناس، فرح بزاف ديال العائلات. استاذ كان كيقرا معنا بجديه، قلت لك كان كيقرينا العيد نهار الاحد، ما كانش استاذ غيجيبك معنا 7 الصباح نهار الاحد، كلشي كيكون ناعس وهو كيجي باش يقرينا. صباح تل 9 الليل جميع العطل دوزناها عنده تبارك الله، احسن من احسن الاساتذه كاين في المملكه. احسن ماده عندي 19 في العربيه، 19 في العربيه، وعندي 17 في الفلسفه و15 في الاجتماعيات. تبارك الله استاذ احسن استاذ بالنسبه لطريقه الشرح ديالو، والعطل دوزنا العطل كاملين عنده، عطله ديال 15 اليوم حتى هي دازت كامله من 8 الصباح ل 12 الليل 2 ل 6 ما كنخرجوش والو، داز الحمد لله المجهود، هذا المجهود اللي دار معنا ما مشاش بالفراغ. الحمد لله، الحمد لله بفضل استاذ الناصري قدرنا نجيبوا الباقي الحمد لله وبميزه حسن. الحمد لله المجهودات اللي دار معنا كامله ما مشاش هباء منثورا. كان كيعرضنا بطريقه ما نكذبش عليه، كل درس كيتحط كيتعرض، ما كناش كنخليو الدروس ورانا بحال باقي الاساتذه، اي درس كيتكتب كيتحفظ في بلاصته. الحمد لله كان كيعرضناه، كان كيدير بزاف ديال الطرق الحمد لله، رجعت عندنا مزيانه من هاجي يشوف الدراسه مزيانه بزاف، ماشي احسن استاذ قدر نوصفه لك الطريقه ديالو في القرايه، واخا يخدم شي حوايج ولكن في الاخر كترجع لنا بالمنفعه. الحمد لله كنبغي نشكره بزاف، فرح لي والديا وفرح والدي ديال هادو كامل.
كاملين الله يجازيه بخير. هادشي نقدر الحمد لله بالفضل ديال الاستاذ ناصر قدرنا نجيبوا على النقاط في المغرب، جايبين 18 19 عربيه فلسفه اجتماعيات الحمد لله. وكنشكر الاستاذ بزاف على المجهودات الجباره اللي دار معنا، فريمون كان كيبحال الاب ديالنا بمثابه الاب، وشكرا ليه بزاف. قدرنا نفرحوا عائلاتنا وصحابنا والاقرباء ديالنا، وشكرا بزاف. المعدل جبت 14 في توتال كامل، جبت حيت انا كان عندي جاوي هابط، ولكن بفضل الله قدرت نجيب 15 ونص في الوطني، 18 في الاجتماعيات و19 في الفلسفه الحمد لله. الحمد لله تمكنت من انني نجيب اول نقطه يمكن على الصعيد الوطني بمعدل 18.90. اكيد النصيري هو اللي عاوننا طيله السنه، هو والاستاذ واحد من ناحيه الانجليزيه، الاستاذ النصيري كان متكلم بالمواد الاخرين، واكيد كان الدعم ديال الوالدين ماديا ومعنويا هذه شي حاجه مهمه، والاصدقاء اللي كانوا معك حتى واحد ما كيخفى عليه المساعده ديال الاستاذ النصيري طيله السنه، خدم معنا باكثر من جهد ديالو، يعني كان كيشرح لينا يوضح لينا يفهم لينا، ما كانش كيخلي حتى شي واحد ما فاهمش اولا شي واحد عنده عثرات اولا، هذا خصوصا الناس اللي كان عندهم جاوي طايح. كان ديما باشوش، ديما كيستقبلنا بواحد الراحه، وديما كان كيشجعنا خصوصا في اليامات الاخرى. كتعرف ملي كيقرب الوطني الناس كيشدهم لو تخاك لو ستريس، واش غنجحوا واش ما غنجحوش، واش غنجيبوا المونسيون ولا لا، هو كان ديما كيشجعنا وديما كان في جنبنا.